جلباب فيفي عبده، سعد أحمد حلمي، طربوش كريم عبد العزيز. اتجاه المشاهير لبيع مقتنياتهم التي ظهرت في أشهر أعمالهم لصالح الجمعيات الخيرية ظاهرة بدأت تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً. أولهم كان إعلان الفنانة فيفي عبده عن بيع الجلباب الأبيض الذي ظهرت به في مسرحية حزمني إياه في أحد المزادات مقابل 100,000 دولار لصالح مركز لذوي الاحتياجات الخاصة. كما تبرعت إليسا بفستان ظهرت به في إحدى الحفلات لدعم الأسر الأكثر احتياجاً. أما كريم عبد العزيز فقرر بيع الطربوش الذي ارتداه في فيلم كيرة والجن. ده حضرتك الطربوش اللي كنت بصور بيه فيلم كيرة والجن، فيلم قريب جدا وعزيز على قلبي. وكذلك أحمد حلمي الذي تبرع بالساعة التي ارتداها في فيلم عسل أسود. بقلبتها؟ هذه الموجة ليست جديدة، فعلى مر السنين اتجه الكثير من المشاهير حول العالم إلى بيع مقتنياتهم الشهيرة للأعمال الخيرية مع وجود عشاق لتملك تلك الأشياء. والآن تخصصت بعض منصات السوشيال ميديا لعمل مزادات على تلك المقتنيات التي تلبي حاجة عشاق تلك الهواية، وأيضاً تساهم في دعم المحتاجين.